عبد الكريم محمود الخطيب مؤرخ وإعلامي وأديب وإذاعي قدير، ولد في عام 1353 للهجرة في مدينة ينبع البحر، ونشأ في قرية البركة في منطقة العشيرة التاريخية بين الينبعين، وتلقى بها علومه الأولية، ثم سافر إلى مصر لدراسة الصحافة في معهد الصحافة المصرية في جامعة القاهرة. وفي عام 1372 للهجرة عاد إلى ينبع بشهادة دبلوم الصحافة. التحق الخطيب في الإذاعة السعودية في جدة وعمل مذيعا بها، وتدرج وظيفيا حتى وقع عليه الاختيار ليكون واحدا من المؤسسين لإذاعة الرياض، وكان آخر منصب له في وزارة الإعلام مديرا لإدارة الأخبار والتحرير في وكالة الأنباء السعودية، حتى أحيل إلى التقاعد في عام 1414 للهجرة بعد أن قضى 40 عاماً في وزارة الإعلام السعودية. عشق الخطيب الميكروفون والعمل الإعلامي المرئي والمسموع ببرامج ما زال صداها يتردد حتى اليوم، كان منها مجلس أبو حمدان والذي قدمه لقرابة 13 عاماً، وكذلك البرنامج الإذاعي الأشهر الأرض الطيبة والذي قدمه لمدة 18 عاماً من إذاعتي الرياض وجدة، ونال عنه جائزة أفضل برنامج بالشرق الأوسط عام 1394 للهجرة. إذاعة المملكة العربية السعودية، الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة والمياه، تقديم عبد الكريم الخطيب. كرم الخطيب على أعلى المستويات في السعودية، فقد حصل على شهادة الريادة الثقافية من الرئيس العام لرعاية الشباب سابقا الأمير فيصل ابن فهد يرحمه الله، وكما كرم من الملك سلمان بحصوله على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز للإبداع في بحوث الجزيرة العربية، كما تم تكريمه على شرف الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله لمرتين، الأولى كرائد من رواد التأليف وكرائد من رواد التاريخ. وفي العام الماضي تم تكريمه في المنبر الأدبي في إثنانية الأستاذ عبد المقصود خوجة في جدة. وللخطيب العديد من القصص والروايات الأدبية، فقد بلغت مؤلفاته ما يقارب 40 مؤلفا بين الأدب والتاريخ والرواية والسير الشخصية، كان منها نساء حول النبي صلى الله عليه وسلم، وتاريخ جهينة، وينبع في عهد الملك عبد العزيز، وشعراء ينبع وبنو ضمرة، وينبع الزمان والمكان، وأدب من رضوى، ومجموعة قصصية باسم شجرة الليمون، ورواية حي النجارة، وطيبة الزمان والمكان. الإذاعي والكاتب والمؤرخ والروائي والشاعر عبد الكريم بن محمود الخطيب، حياك الله معنا في برنامج وينك. اهلا وسهلا استاذ محمد، وحياك الله. سعيدين يا تواجدنا معك في منزلك. وانا اسعد، الله يطول. وانا ارحب بك واقول لك اهلا ومرحبا وحيا لك. اوجه لك السؤال الاول في برنامجنا، وينك؟ وين الاديب الكبير عبد الكريم الخطيب؟ انا في الهواء الطلق، رجل متفائل، اعيش متفائل، أنا موجود في الهواء الطلق. قبل شوي لما سألتك وش تفضل أعرفك، ما شاء الله حياتكم يعني طويلة، الله يمد في عمرك أبو محمود، وتجربتك طويلة يعني في مجالات عديدة، الإذاعية والروائية والأدبية، في الصحافة، في التلفزيون، فسألت قلت وش تحب أعرف فيك أفضل شيء، فقلت لي ابدأ بالإذاعي. يبدو أن الإذاعة لها يعني ذكرى نعم خاص. لها أثر كبير في نفسي. إيه، أنا بدأت هاوي في الإذاعة وأصبحت محترف وأعتز بالإذاعة. من منا ما يذكر يعني برنامج الأرض الطيبة، مجلس أبو حمدان؟ نعم نعم نعم،
الإذاعة كل شيء كانت في حياتي، أفضلها كنت على أولادي، لا إله إلا الله، الله يحفظهم. يعني كنت أنظم أولادي وأخذ وقتهم وأعطي وقتهم للإذاعة. الإذاعة أبو محمود راح يعني راح نفصلها في خلال هذا اللقاء لاحقا، بس أحب أرجع معك للينبع اللي هي مسقط رأسك. ما في شك، البدايات، الطفولة، مجتمع ينبع في ذلك الوقت. إيه، كان مجتمع جميل، مجتمع متحاب، مجتمع متماسك، مجتمع نخوة، مجتمع شهامة، مجتمع كرامة. لا أنسى مجتمعي في ينبع ولا أنسى أهلي في ينبع. إيه. الطفولة وين كانت؟ ينبع، حدثني عن مجتمع ينبع. ينبع تنقسم ثلاث أقسام يمكن، ينبع البحر. لا الآن أصبحت ثلاثة أقسام، ينبع النخل وينبع البحر وينبع الصناعية، لكن هي منطقة واحدة، هي شريط واحد من الساحل حتى الجبال، يعني جبل رضوى. وإنما يوجد فراغ بين ينبع النخل وينبع البحر، كانت يعني يمكن 470 قرية، اندثر أكثرها. فيقول الشاعر الينبعي العباس بن الحسن، يصف ينبع في بيتين من الشعر، هذا كان وزير من وزراء الخليفة هارون الرشيد، ويذكر له دائما ينبع ينبع، فقال له أبغاك توصف لي بلادك ينبع في بيتين من الشعر. يقول يا وادي القصر، نعم القصر والوادي، من منزل حاضر إن شئت أو بادي، تلقى قراقيره يعني السفن بالعقر واقفة، يعني بالميناء واقفة، والضب والنون، النون السمك والملاح والحادي. هذه ينبع حاضرة وبادية. هذه ينبع. ينبع بلاد جميلة، الله يعني أنعم عليها بمناظر خلابة وشواطئ جميلة، والجو معتدل فيها. يعني لك أحد المؤلفات وتحتفظ فيه اللي هو ينبع الزمان والمكان. أيوة، هذا ذكريات من الماضي، عبق الماضي يعني، لكن الذكريات الشاملة حتكون في كتابي أوراق الزمان، مذكراتي اسمها أوراق الزمان، اللي راح تصدر قريبا إن شاء الله. أيوة، أنا يعني كنت أحب أيام المطر في ينبع. ما أجمل أيام المطر في ينبع، كنا نخرج أطفال من بوابة ينبع حين يهطل المطر وتمتلئ الصهاريج، الصهاريج الخزانات اللي بنوها آباءنا وجدودنا، ونذهب إلى الصحراء نجد فجأة شجر، نوع من الشجر ظهر على الأرض اسمه الشفلح، يشبه البامية، وإذا عصرته تجد فيه مادة لزجة زي اللبن، يعني نجمعها إحنا الأطفال ونفرح بأيام المطر. وبعدين بقع المياه كنا نتسبح فيها، ويعني نستمتع كأطفال، أيام جميلة. أيام ذكرت قبل قليل الحادثة أو بعض الأحداث التاريخية التي حصلت في ينبع وأنت كنت حاضر فيها، منها زيارة الملك فاروق. أيوة، هذه قمة رضا، ولقاءه مع الملك عبد العزيز، وهنا كان بداية تأسيس الجامعة العربية. حدثني أكثر عنها. يعني التقى عام 64، زار الملك فاروق الملك عبد العزيز في رضوى، وقضى عدة أيام معه وتباحثوا وتفاهموا، ومع عبد الرحمن عزام أول أمين عام للجامعة العربية. ومن هنا كان منطلق الجامعة العربية، المؤسس للجامعة العربية الملك عبد العزيز وفاروق. نعم. وكانت زيارة جميلة يعني، وكانت زيارة جميلة، استقبل فاروق بالطبول وبالعرض النجدية، عرفت، وأهدى الملك عبد العزيز مجموعة خيول شفتها أنا بعيني وأنا طفل، لأنه كان محلنا التجاري قريب من الميناء وقبل البحر. ففي الباخرة فوزية تابعة باسم أخت الملك فاروق اسمها فوزية، فكانت باخرة اسمها فوزية يعني، حملت هذه الخيول، خيول أهداء كانت. وبعدين الملك عبد العزيز زار مصر يعني، 65 زار مصر. هنا كان أساس يعني أسس الجامعة العربية، كان في خليج رضوى. تعيين عزام كان في موقف له، الملك عبد العزيز كان يثق في عبد الرحمن عزام، و اشترط، شوف، جاء الملك عزام زار الملك عبد العزيز في جدة،
وأقنعه أنه يدخل في ليه في الجامعة العربية، لكن ما قال له إني أنا أختارك، لا، كتب رسالة وقال له هذه الرسالة تسلمها للنحاس باشا رئيس حكومة مصر. فسافر عبد الرحمن عزام من جدة وهو يحمل الرسالة، وإذا الملك عبد العزيز يقول للنحاس باشا إذا لم يكون عزام رئيس أنا ماني موافق. عزام ما كان يعرف، ما كان يعرف إيه. والرجل أدى دوره يعني أسس الجامعة العربية. الجامعة العربية كانت من العراق واليمن والأردن ولبنان، بس المؤسسين هم السعودية ومصر، اي عندهم الثقل، دولتين كبيرة في المنطقة. التقيت الملك عبد العزيز؟ والله شفته انا يعني شفته ملتم كذا، وانا وشفته في سيارته، السيارة اللي اشوفها الان اروح اشوفها في الدارة الى اليوم. يقولوا لي ليه؟ قلت لهم لاني شفت الملك عبد العزيز في هذه السيارة ولها رفارف. فاحنا لما دخل علينا الملك عبد العزيز، احنا الطلبة، طلبة مدرسة ينبع الأميرية، هي الطلبة المدرسة الوحيدة في ينبع، كان يحيينا واحنا نحييه، فاحنا حييناه بنشيد على الرحب يا رمز فخر العرب. هذا نشيد عمله مدير المدرسة، ووقفوا خطباء بين يد جلالة الملك. الكلمة الأولى أحمد بن حمد العيسى ابن أمير ينبع ألقى كلمة الأمارة والأهالي، وبعدين مدير مدرستنا من أهل مكة اسمه نور الدين في الإنبال، سمعته بإذني يقول للملك عبد العزيز يا مولاي حلمك كحلم معن بن زايدة. فيرد عليه الملك عبد العزيز يقول له يا ولدي الحلم حلم الله. يقول له يا مولاي كرمك ككرم حاتم الطائي. يقول له يا ولدي اسمع الكرم كرم الله. خرج الملك عبد العزيز يعني كان موكبه بسيط، قدامه جيب، أمامه إيه؟ جيب يمشي في كم جندي. فإذا واحد يقول أبن سعيد يبيكم، أبن سعيد يبيكم. فكانت في تكنة عسكرية جنب بوابة ينبع، إحنا 300 طالب دخلونا في هذه التكنة وأعطونا على 5 ريال 5 ريال. قلنا يا ريت كل سنة يجينا الملك عبد العزيز عشان يعطينا 5 ريال. كانت الخمسة ريال لها قيمة، ويعطى مبلغ لي أمير ينبع عشان يوزع على فقراء ينبع. فأمراء ينبع جمع يعني كلم مدير المالية وجابوا العمد وعطوا الفقراء. ابن سعيد يبيكم، إيش المقصود فيها؟ يعني يبغى يدينا فلوس، هذا الرجل المسؤول عن صرف الفلوس عند الملك عبد العزيز. كم كان عمرك وقتها أبو محمود؟ والله يعني في سنة ثالثة، في سنة ثالثة ابتدائي. بس أنا دخلت المدرسة مبكر وعمري 4 سنين أو 4 سنين ونص. القصة وما فيها أنه أهالي ينبع كانوا يدفعوا أولادهم إلى الدراسة وهم صغار أصغر، فكان مدير المدرسة الأستاذ حمد الجاسر، فما أراد يزعل أهالي ينبع أو يغضبهم، فعمل لنا روضة، فتح لنا روضة خاصة كان يدرسنا فيها هو شخصيا بنفسه، لأنه هو كان مولع بتدريس الأطفال. وكما قال في كتابه بلاد ينبع الذي صدر عام 1385 إني أنا كنت، فكان يرسم لنا على السبورة النهر والجبل والوردة والأرخبيل والجزيرة، فحبنا وهو حبنا، فأنا دخلت مبكر. أبو محمود حدثني عن استقبال أهالي ينبع للملك عبد العزيز، يعني قبل القمة إيش كيف استقبلوا؟ والله أهالي ينبع فرحوا بقدوم الملك عبد العزيز، فكون أمير ينبع الشيخ حمد العيسى رحمه الله وفد من أعيان ينبع ومن تجارها من رؤساء الدوائر الحكومية، وسافروا من ينبع لكي يستقبلوا الملك عبد العزيز في رابغ. فأول سؤال سألهم قال لهم الماء، قالوا له على قدومك هطلت علينا أمطار كثيرة والصهاريج كلها مليانة. بعدين داعب حمد العيسى أمير ينبع وقال له ربعك كلهم لابسين مشالح وعقل، تريهم عرب بدو. والحقيقة الملك عبد العزيز الفترة اللي زار فيها ينبع 64، احنا في الحرب العالمية وكانت محنة قاسية على الشعب السعودي، انفقد الرز وانفقد السكر وانفقدت الأقمشة،
فالرجل عمل مباسط للتموين، يبيع السكر والشاي بالسعر الرمزي، والمالية تخبز الخبز، وعمداء المحلات يوزعوه على الغني وعلى الفقير. هذا موقف لا ينسى للملك عبد العزيز. كانت تأتينا باخرة من أمريكا اسمها بنزهرست، تأتي في كل شهر تجيب القمح والأقمشة لينبع. كان عبد الله السليمان يرسل سيارات محملة بالكساء يوزعوه على البادية وعلى الفقراء. هذا موقف لا ينسى للملك عبد العزيز مع شعبه في الحرب العالمية الثانية. وقصة الفرن، إيش قصة الفرن؟ الفرن لا زال باقي. إيش قصته؟ في فرن كلف الملك عبد العزيز محمد بن لادن يبني فرن عشان يكون فيه خبز للضيوف وللملك فاروق، خبز فاخر. فالفرن بيجي لحد الآن أثر. سموه الأمير سلطان بن سلمان السياح مهتم بهذا الفرن جدا، لأنه أثر من أثار الملك عبد العزيز في ينبع. نعم نعم. ولا زال موجود؟ إيه لا زال موجود. إيه. بيتكم بيت والدك في ينبع؟ لا، هذا بيت خال والدي وابن عم جدي اللي في اليونسكو دخل حسين عبد الرحيم الخطيب، أخذ ليكون بيت من البيوت الأثرية. الحقيقة بيت عجيب، يعني في رخام في الزمن الماضي كان لا يوجد في البيوت هذه الرخام، في قزاز ملون، يعني مبني بناء على طراز فاخر. في ايضا المواقف التاريخيه زياره ملك المغرب لينبع، اي كتبت عنها انت ايضا؟ اي زار المغرب، عصرتها. اي نعم، هو يعود بجذورهم الى ينبع، هم من اشراف ينبع، وجدهم محمد عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكيه، وجدهم المثنى مدفون، حسن المثنى مدفون في ينبع بالقرب من القريه اللي انا عشت فيها البركه، يسمى قريه الاشراف. يعني في هناك مبنى اسمه المثنى، يعني على اسم جدهم يظهر مدفون هنا. والدكم ابو محمود كان تاجر، وكان تربط علاقات تجاريه بين مع الهند. لا، جدي حامد الخطيب اللي كان تاجر، ووريتك الوثيقه هذه. او مش والدكم؟ لا، ابويا ورث التجاره هو واخوانه عن جدي. ايه، يعني ابويا ورث التجاره مع اخوانه عن جدي. ايه طيب، وجدي كمان محمد الخطيب كان تاجر، واحنا أكثر الأسرة كما قال الأستاذ حمد الجاسر، أكثر الأسرة من التجار من أهالي ينبع. كانت تربطكم علاقات تجارية مع كثير من الدول؟ هي من مع الهند ومع السند اللي هي بنغلاديش الآن، ومع مصر ومع لبنان. كنا نصدر الحنة إلى سوريا، الحنة تدخل في المشتقات الأقمش هذه، كنا نصدر الحنة عن طريق مصر، عن طريق ميناء الإسكندرية. حناء ينبع مشهورة الآن، يأخذوها في أمريكا، يضعوها في مشتقات التجميل. كتبت عن والدكم هذا أبي شيخ الزوايا السنوسية. أيوة الكتاب إن شاء الله هيصدر إن شاء الله. إحنا تربطنا علاقة كبيرة بالأسرة الإدريسية السنوسية. يعني يمكن من جدي الثالث أو الرابع، وإحنا مسؤولين عن أوقاف السنوسية كلها. وأنا شفت شقيقة الملك إدريس، شقيقة الملك إدريس كانت تزورنا في ينبع. إذا جاءت إلى المملكة أبرغ الملك عبد العزيز إلى عمارة المدينة، هي تنزل في ميناء ينبع، يرسلوا لها سيارة تنقلها. السيارات كانت وقتها محدودة، يرسلوا لها سيارة خاصة تنقلها من ينبع إلى المدينة. إيه، هذه شقيقة الملك إدريس، مرتين ثلاثة زارتنا في ينبع. إيه، والشيخ محمد الشارف أخو يعني ابن عم الملك إدريس زارنا في ينبع، وكانت لنا على، والوالد زار الملك إدريس، حتى مرض الوالد وطلبوا أنه يروح ليبيا، وراح له ليبيا، عالجوا في مستشفى في قاعدة كويلز. قال له تذهب إلى فرنسا؟ قال له لا أذهب إلى بلد الكفر. بلد؟ الكفر. الكفر. أبو محمود كان حاكم ينبع عمنا مصطفى الخطيب، قائم أخو ينبع، هو الذي سلم ينبع لسعود الكبير، وبعدين عين الملك عبد العزيز سعوده في مجلس الشورى في التشكيل الثاني. عندك في كتاب بلاد ينبع في عهد الملك عبد العزيز سجل وثائقه بالكامل، واحد من رجال الملك عبد العزيز. حتى انا الملك سلمان الله يطول في عمره لما كرمني كذا مال علي، قال لي انت من وين؟
أنا يعني معروف أنت، بس أنت من وين؟ قلت له أنا من ينبع، وأنا جدي مصطفى الخطيب قائم مقام ينبع، واحد من رجال الملك عبد العزيز. فسر الرجل. كنت حسألك عن تكريم الملك سلمان الله يحفظ لك. هذا التكريم كان له وقع كبير على نفسي، وكنت سعيد جدا، وهذا يعتبر وسام على صدري خالد لا أنسى. هو تكريم لي وتكريم لأولادي وتكريم لأسرتي معه وتكريم لمجهودي يعني. جزاه الله خير، جزاه الله خير. أستاذ عبد الكريم، خليني أسألك عن مشوارك الإعلامي الإذاعي. تجربتك طويلة في الإذاعة، كنت يمكن أول يعني أول مذيع سعودي يجري مقابلة في تلفزيون أرامكو. نعم نعم، عام 79 79 مع مستر توماس بارغر. أي عندي ونشرت في قافلة الزيت. أي خليني أجيها بعدين، لكن حدثني عن بداية حبك للإذاعة، حبك للإعلام، وأنت عندك اليوم كتاب حتصدره قريبا، نصف قرن الإعلام بتطبعه مكتبة الملك بعد. نعم، وأنت كنت من المؤسسين لإذاعة الرياض. أيوة نعم. أنا بداية عملي في إذاعة جدة. الإذاعة طبيعي انطلقت في عام 68 من الجبل الهندي من مكة المكرمة، وافتتحت بكلمة للملك عبد العزيز رحمه الله، وكانت شبه إذاعة محلية تعمل ليلا 3 ساعات. وكما قال لي زميل المهندس محمد موسى المجددي الذي التحق بالإذاعة، إنه ما كانت استوديو واحد، كانت استوديو واحد. 74 طبيعي تشكلت أول وزارة في حياة المملكة في عهد الملك سعود، صدر أمر بتحويل الإذاعة إلى المديرية العامة للصحافة والنشر، وعين معالي الشيخ عبد الله بالخير يعني وزير مدير عام للإذاعة. عبد الله بالخير شمر عن ساعده، أسس استوديوهات في مدينة جدة، 4 استوديوهات، أسس إدارات عديدة في الإذاعة، منها إدارة الاستماع، إدارة الأخبار، إدارة الثقافة، إدارة المنوعات، إدارة التنفيذ، وانطلق بالإذاعة قوى إرسالها، فأصبحت إذاعة تنافس الإذاعات العربية الأخرى. كان هنا موقف للشيخ عبد الله بالخير لا ينسى. في عام 52 ميلادية كانت في إذاعة بت من يافا اسمها إذاعة الشرق الأوسط، عملوها الإنجليز. لما سار الحرب الثلاثي أضربوا الإذاعيين اللي فيها عن العمل، مجموعة من الإذاعيين لبنانيين وفلسطينيين كانوا إذاعيين متميزين، جابهم الشيخ عبد الله بالخير واستعان بهم في إذاعة جدة، منهم غانم الدجاني، عينوا مراقب برامج، سعد بصبوص، محمد غنيم، رشيد علامة، الشيخ الأزهري حامد صوان، عينوا مدير الثقافة، اشترك الشيخ عبد الله في وكالة الأنباء العالمية علشان تزود الإذاعة بالأخبار، أصدر مجلة اسمها مجلة الإذاعة، من يعني من أجمل المجلات اللي صدرت في حياة المملكة، عمل مكتبة للإذاعة، أول مكتبة في جدة يرتادها الجمهور، ومن هنا كان انطلاق الإذاعة. جاء الشيخ جميل حجران طبيعي لما كان وزير الإعلام كمل المشوار، يعني كمل المشوار. من أول من قال هنا مكة وهنا الرياض؟ أول من قال هنا مكة صالح جمال حريري رحمه الله، الذي كان مستشار في وزارة الصحة. أما من قال هنا الرياض صديقي وزميلي محمد عبد الرحمن الشعلان رحمه الله، التحق بالإذاعة عام 83 هجرية في إذاعة جدة، وبدأت إذاعة الرياض تجارب 84، فأرسل ليكون هنا في إذاعة الرياض. هو محمد الشعلان رحمه الله أول من قال هنا الرياض. محمد الشعلان الله يرحمه كان من خيرة المذيعين صوتا وآداء وثقافة، وكان مدير برامج الإذاعة في فترة من الفترات في إذاعة الرياض. أول صوت نسائي كان في الإذاعة؟
شوف ما نقدر نقول أول صوت نسائي، ثلاثة برامج انطلقت في أسبوع واحد. البيت السعيد أول من قدم أول حلقة من البيت السعيد الدكتورة فاتن أمين إيه شاكر، ركن المرأة قدمته نجدية جميل حجيلان، ركن الأطفال قدمته ماما أسماء. ما نستطيع نقول في واحد أسبوع انطلقت هذه الثلاث البرامج. أول برنامج منهم كان لمين؟ أظن البيت السعيد لفاتن شاكر. فاتن شاكر أنا شفت فاتن شاكر كأني أراها الآن، جابها أبوها عند الأستاذ عبد الله راجح مدير التنفيذ لكي يسجل لها البرنامج ويشرف على البرنامج. تذكر هذه اللحظة؟ إيه نعم نعم، وأتذكر المقدمة اللي عملها الأستاذ عباس غزاوي البيت السعيد. أتذكر اللحظة اللي طلب أسطوانات من المكتبة الإذاعية، وإحنا أنا كنت مدير مكتبه، قال لي أنا صاعد للأستوديو واحد استوديو اثنين علشان أعمل مقدمة البيت السعيد. الأستاذ عباس رائد من رواد الإذاعة وأستاذنا يعني، وأول من أطلق برنامج درامي في إذاعة جدة برنامج دنيا. برنامج درامي يعتبر؟ إيه أول برنامج درامي مدته نص ساعة، تمثيلية مدتها نص ساعة. ما هي الأصوات النسائية اللي جت لاحقا بعدين بعد اللي ذكرتهم؟ فاتن أمين شاكر هذه إحنا قلنا اتفقنا إيه؟ أنه أول ثلاث أصوات نسائية إيه إيه. بعدين جت الأخت عائشة حماد إيه. بعدين جت أسماء. أنا تركت إذاعة جدة يعني، تركت إذاعة جدة وجيت لإذاعة الرياض، يعني ما أتذكر اللي جو بعدها هؤلاء الثلاثة. طيب جيت إذاعة الرياض بطلب من مين؟ كيف جيت الإذاعة؟ ليش انتقلت من جدة للرياض؟ لا هم اللي اختاروني يعني. إيه بطلب من مين؟ وزير الإعلام اختار أن يساهم في إذاعة الرياض. معالي الشيخ جميل حجيلان. إيه ما تعففت بالعكس. كنت سعيد يعني، الخدمة هنا وهنا، الخدمة في جدة والرياض صيان يعني، البلد واحدة. حدثني عن لحظات التأسيس الأولى، كيف لما جيت كانت إذاعة الرياض؟ إذاعة الرياض كان ما فيها مكاتب حتى نجلس فيها إحنا الإداريين، كانت فيلا في الملز عبارة عن ثلاثة غرف، غرفتين تحت وغرفتين فوق، كان فيها استوديوهين فقط، استوديو للبث واستوديو للتسجيل. كانت تعتمد على تسجيلات على إذاعة جدة، يرسلوا البرامج من إيه؟ من جدة إلى الرياض. بعدين 89 إحنا تضايقنا كمذيعين عاملين في الإذاعة، اجتمعنا ورحنا للشيخ عبد الرحمن الشيباني وكيل وزارة الإعلام، قلنا له نبغى نستقل يعني كإذاعة إيه؟ والله أول دورة أطلقناها 89 وكان فيها برنامج مجلس أبو حمدان. أما البرنامج الأرض الطيبة أنا ابتدأته من جدة عام 84 ونقلت معايا إلى الرياض. نعم. إيه. طيب أنا حجي على برنامج الأرض الطيبة ومجلس أبو حمدان، بس أنت حسب ما قرأت أنا في مذكرات لك أنه أنت كنت حاب تجي الرياض يمكن حتى تكتشف ملامح الرياض، هذه المدينة التي انطلق منها تأسيس الرياض. المملكة. أنا زرت الرياض. ومين يترك الرياض يعني كعاصمة؟ يعني كعاصمة يعني المستقبل في الرياض. أنا قلت إنه مستقبلي في الرياض، مستقبلي ليس في جدة، مستقبلي في الرياض، وبالفعل يعني انطلقت هنا في الرياض. طيب برنامج الأرض الطيبة هذا البرنامج اللي حضر في ذاكرتنا كثير. لا الأرض الطيبة كان في برنامج أسبوعي بدأ اسمه ركن المزارع، وتحول من أسبوعي إلى يومي. الفكرة كانت فكرتي، ولما قدمتها للأستاذ عباس غزاوي انبسط يعني سر، فقال لي خلي أحد يعمل مقدمة للبرنامج. فكان ابن أختي خالد زارع رحمه الله شاعر يعني، قلت له يا خالد عمل لي مقدمة للبرنامج زراعة الأرض الطيبة. فعمل المقدمة اللي هي ازرع احرث وازرع أرض بلادك بكرة تمطر خير لبلادك، وإلى النهاية فعرضتها على الأستاذ عباس قال هذه لازم نسجلها في لبنان. فكتب رسالة لأحد المؤسسات التسجيلات اسمها مؤسسة شرهوب، فتولى العملية عازف كبير اسمه عبد الفتاح سكر، هو اللي عمل هذا اللحن.
يعني تاريخية هذه مقدمة الأرض الطيبة، لم تنتج في إذاعة جدة، أنتجت في لبنان. إذاعة المملكة العربية السعودية، الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة والمياه، تقديم عبد الكريم الخطيب. بعدين لما جيت الرياض كيف شفت حضور هذا البرنامج عند الناس الى اليوم؟ يعني احنا كل ما نذكر فترات الصباح دائما جدا 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 هذا البرنامج لازق في عقول الناس وفي عقول الشباب اللي عمرهم 30 سنه و40 سنه، يقولوا احنا كنا نوقت في الصباح على برنامج. هو كان برنامج زراعي، لكن انا اقوم بعمل فيه اوجد فيه الحكمه، اوجد فيه التوجيه الاجتماعي الريفي، أوجد فيه التمثيلية القصيرة، أوجد فيه النصيحة. أنا قدمت 18 سنة وأنا اللي يعني قدمت استقالتي، يعني اعتذرت عنه بعد 18 سنة. وبرنامج مجلس أبو حمدان كيف جت فكرته؟ وهذا مجلس البرنامج أبو حمدان اللي انطلق منه يمكن أغلب الممثلين السعوديين، عبد الرحمن الخريجي، مطرب فواز، علي المدفع، محمد العلي، علي إبراهيم، كلهم اشتركوا في برنامج مجلس أبو حمدان، ومن هنا انطلقوا إلى التلفزيون. إيش فكرته البرنامج؟ حدثني عنه. تمثيلي، تمثيلية اجتماعية يومية تعالج مشكلة اجتماعية في حياتنا. وفي هذا المجلس قهوة وشاي وربابة، في الأخير توزف ربابة. نادر العواد، ما أدري هو حي ولا ميت، إذا كان حي الله يذكره بالخير، وكان ميت الله يرحمه، أدى دور كبير معايا نادر العواد. وبعد مجلس أبو حمدان أبو محمود قدمت أصداء الخليج، قدمت أيضا رحلة شراء، كلمة محبة. حدثني عن هذه البرامج. يعني أصداء الخليج هو يعني في ظل الوحدة أمر الملك فيصل أنه يكون لهم برنامج عندنا في الإذاعة. فالحقيقة أنا والأستاذ علي النجعي، دكتور علي النجعي زميلنا، كنا نتعاون نقدم هذا البرنامج. فكنا نسافر للخليج العربي نعمل لقاءات، قابلنا الشيخ زايد، قابلنا الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قابلنا الشيخ صقر القاسمي، أنا قابلت الشيخ عيسى منفرد أنا، لأنه قبل أصداء الخليج كلفت أنا عام 88 بالسفر إلى منطقة الخليج للتبادل الإذاعي. كانت بادية إذاعة قطر، فأخذت معايا هنا يمكن 4 كراتين أو 5 كراتين من البرامج أشرطة، وزودنا بها إذاعة قطر. حتى الأرض الطيبة كان يذاع من إذاعة قطر، وجهزت لهم قسم التنسيق في إذاعة قطر. ولما جيت مسافر قابلت الشيخ خليفة، أعطاني هدية جميلة، يعني ساعة قيمة وطقم أقلام قيم. بعدين رحت الكويت، رحت إذاعة البحرين وقابلت الشيخ عيسى، سلمت على الشيخ عيسى وسلمت على الشيخ محمد الخليفة، كان مدير الإعلام، ما كان في وزارة إعلام، كان في مكتب الإعلام مدير الشيخ محمد الخليفة. كانت الإذاعة صغيرة، إذاعة محلية تذيع في الصباح ساعتين وفي المساء ساعتين، تذيع أغاني الغوص، يعني كانت بدائية. وزرت إذاعة الكويت وكان عشان التبادل الإذاعي، فقابلت شخصيات كثيرة الحقيقة. عبد الرحمن رفيع أول من سجل له إحنا في برنامج أصداء الخليج، سجلنا مع الشخصيات الكبيرة دي، الزعماء والأمراء. قابلنا الشيخ زايد، قابلنا الشيخ خالد القاسمي أمير الشارقة، يعني قابلنا شخصيات كلهم. طيب ورحلة شراء، برنامج رحلة شراء موجه للبحر، للبحارة. وكلمة محبة، كلمة محبة موجهة للجمهور عامة. يعني كلمة صباحية جميلة كده باللهجة التقريبية، لا هي الفصحى ولا العامية.
اللهجة التانية. لو سألتك عن مقابلتك مع التلفزيون أرامكو، إيه إيه، إيش قصة هذا اللقاء؟ والله أنت أنا أول مذيع سعودي خرج على شاشة. أنا كنت بقدم برنامج من إذاعة جدة، أول برنامج قدمته في إذاعة جدة اسمه من هنا وهناك، من هنا وهناك. فوجهت لي الدعوة شركة أرامكو الشيخ الأستاذ شكيب الأموي، مدير مكتب أرامكو في جدة، وجه لي الدعوة مع وفد رفيع المستوى الشيخ صالح جمال حريري، وكان معنا الشاعر محمد إبراهيم جدع، وكان معنا يعني مجموعة من صالح جمال حرير رئيس تحرير جريدة حراء، ومجموعة كبيرة يعني من الأدباء. رحنا فقلت لمدير الإذاعة ما دمت أنا رايح أرامكو حسجل، فسجلت المقابلة مع السيد باركر. ايه؟ أنا أشوف المقابلة مفرغة. ايوه مفرغة معي هنا، لها نشرت في جريدة، هذا من قافلة الزيت عام 79. عام 79 ايه؟ عام 79 في شهر شعبان، رجب. أنا سويت المقابلة في شهر رجب، وأزيعت من تلفزيون أرامكو، وأزيعت من برنامجي هنا وهناك في جدة، ونشرت في مجلة قافلة الزيت. أشوف أغلب أسئلتك كانت يعني مباشرة للسيد باركر، أنه تقول دائما عن الموظف السعودي، الموظف السعودي، كل أسئلتك يعني كأنه تطالب بحقوق الموظفين السعوديين ضد العامل. كلها، حتى هو كان في موقف دفاعي في أغلب الأجوبة. وهم من أخذونا الحقيقة لمطعم في رأس النورة، وتغدينا فيه، وقالوا هذه الوجبة بسعر ايه رمزي، واخذونا لمباني، قالوا هذه احنا بنوزعها على العمال بالقسط الشهري، واطلعونا على اشياء كثيرة لخدمة العامل السعودي. جميل. ابو محمود، خلينا اسألك عن قصة عملك في جريدة اليمامة، مراسل فيها، وبالصدفة يعني وجدتها في نفس العمارة اللي انت كنت تسكن فيها. شوف يا سيدي، انا عام 52 لما كنت في القاهرة ميلادية قابلت الشيخ حمد، وكنت فرحان بالدبلوم اللي أخذته، حملت له الدبلوم. حمد مين؟ الجاسر. وزرته، هو أستاذي في الروضة طبيعي، فقال لي فين يعني أنت ستقيم فين؟ قلت له في ينبع. قال لي أنت مراسل ومندوب لجريدة اليمامة. فوصلت ينبع وأعلنت بين الجمهور أنه الشيخ حمد أصدر جريدة اسمها اليمامة. الناس يحبوا حمد جاسر، وكانوا أستاذ عندهم، فاشتركوا الكثير من الأدباء ومن الموظفين، يعني كونت له حوالي 70 مشترك، وكنت أرسل له اشتراكات عن طريق الحوالات البريدية، وأرسل له رسالة أسبوعية، رسالة ينبع، كان يشرف على الصفحة اسمها صفحة المدن والأقاليم، الأستاذ عمران محمد العمران، ما أدري تعرفه ولا تعرفه. أما سكني في في نفس العمارة، في العمارة دي، أنا يا سيدي عام 75 لما زار الملك سعود ينبع، بالصدفة كنت أقف في الصالون اللي كان استقبلنا فيه الملك سعود، بعد ما سلمت على الملك سعود سلم علي رجل ما أعرف، هو الشيخ محمد الدغير، قال لي ولد أنت من فين؟ قلت له أنا من ينبع. قال تعرف مصطفى الخطيب؟ قلت له جدي. قال أبغى زوره. قلت له توفاه الله، الله يرحمه. فقال لي، فسارت بيني وبينه إيه؟ معرفه. وقال اذا جيت الرياض تعالي. فلما جيت الرياض زرت الشيخ محمد الدغيتر، وقلت له ابغى اسكن في العماره حقتك. فنادى واحد اسمه ابو حسن العطاس المشرف، وقال له هذا ولدنا، اعطيه احسن شقه في العماره، ولا تضيق عليه في الايجار. الايجار كان كم؟ 2000 ريال للشقه، 4 غرف. اكتشفت انه تحتي جريده اليمامه وجريده الرياض. الله، في نفس ال فكنت انزل في الوقت اللي القى عندي فيه فرصه، تعرفت على الاستاذ احمد الهوشان، والاستاذ الصديق الذي لا انساه في حياتي ابو حاتم ورحمه الله رحمه الابرار عبد الله القرعاوي، انا احب الرجل ده كثيرا،
فصارت بيني وبينهم محبة. إيه في نفس هذه القصة. كان في جريدة اسمها الرياض تصدر من جدة قبل. أيوة جريدة الرياض. أيوة جريدة مجلة اليوم. هذه مجلة. إيه الأستاذ أحمد عبيد أول من أسس مطابع كبيرة، مؤسسة الصحافة والنشر لأحمد عبيد. أنا طبعت فيها أول كتاب لي اسمه أدب من رضوان عام 78، أول كتاب صدر لي، أول كتاب عن ينبع 78. بس ما استمرت. لا المجلة ما استمرت. ما استمرت. أخذت سنتين، كانت مجلة أنيقة وجميلة. كانت مجلتين، ثلاثة مجلات دورية، المنهى الأدبية ومجلة الـ الإذاعة ومجلة الرياض. وكان لك تجربة أبو محمود قبل الرياض في جريدة البلاد. جريدة البلاد السعودية. السعودية عام 1900. قبل أن تكون جريدة تتحول إلى مؤسسات. صحافة الأفراد. أي صحافة الأفراد. كانت جريدة البلاد السعودية. كانت تابعة لشركة رئاسة الشيخ محمد سرور صبان وزير المالية. أي نعم. قصة تحول الصحافة من صحافة أفراد إلى مؤسسات. هي والله هو هذه بدأ بها الشيخ جميل حجيران الحديث. هو صاحب المشروع هذا ونجحت الحديث. الأفراد ما كانوا قادرين على التمويل والخطوات بالجريدة، لكن المؤسسة لما تكون شركة قادرة على صرف الرواتب وعلى يعني تزويد الجرائد بالطباعة وبالعاملين ما في شك. أبو محمود لو سألتك اليوم بحكم تجربتك في الإعلام السعودي في الإذاعة تحديداً، كيف شايف الإذاعة اليوم؟ الزمن تغير، الزمن تغير. الإذاعة كانت كل شيء في حياة الشعب السعودي أول ما بدأت. يعني وجدت الإذاعة قبل أن تكون في جامعات في بلادنا. الإذاعة السعودية حينما انطلقت من جدة، يعني كانت في مكة وانتقلت إلى جدة، يعني ثقفت الشعب السعودي. كانت كل شيء في حياتنا، الراديوهات في البيوت، الراديوهات في المقاهي، الراديوهات في الطرق، الراديوهات في الدكاكين. يعني كانت الإذاعة خاصة حينما جاء الترانزستور، كان كل فرد يحمل معه ترانزستور، الكل كان مستمع للإذاعة. المزارع كان يستمع للأرض الطيبة ومع الترانزستور هو بيعمل في حقله في الصباح. أنا شاهدته. يعني الإذاعة كانت كل شيء في حياتي. طبيعي تغير الزمن. الآن 500 فضائية. في تشويش، إحنا في عصر التشويش. في إعلام معتل، اللي يعمل فضائية للسحر واللي يعمل فضائية للشعوذة. أنا أتمنى ميثاق إعلامي. أي فضائية ما تنطلق إلا بوصول وبترخيص وبميثاق إعلان. اختلط الحبل بالنبل، الطبيعي ضاعت الإذاعة. لكن تأكد الإذاعة لها مستمعين، بالذات إذاعة القرآن الكريم لها مستمعين، لا زالوا لها مستمعين. الإذاعة موجودة في السيارة بس اختلف وضعها. يعني النسبة التي تستمع إلى الإذاعة أصبحت قليلة. يمكن أصحاب التكاسي يستمعوا للإذاعة، احنا الناس اللي وقتوا للاذان يستمعوا للاذاعه، الناس اللي الله وفقهم يحبوا سماع القران الكريم، العواجيز اللي مثلنا يستمعوا للاذاعه، الاذاعه سياره. طيب لو سالتك عن كفاءه الاعلاميين القدماء، ليش الاعلاميين القدماء وانت منهم ابو محمود كان عندهم كفاءه؟ الاعلاميين القدامى كانوا يحبوا عملهم وكانوا يأتوا باختيار، يخضعوا لاختبار البديهة، الثقافة، الصوت. عرفت؟ الآن يأتيك خريج إعلام صوته وحش مع شهادة إعلام يا الله وصف. الآن اللغة العربية تسمع أخطاء كثيرة، إن كان في الإذاعة أو في التلفزيون شيء مخيف. المذيع يؤهل، أشياء ثلاثة تتوفر في المذيع: الصوت، الكفاءة، اللغة العربية البديهة. يعني في مقومات عديدة لازم تتوفر في الإذاعة، إذا ما توفرت في هذه المقومات هو فليس الإذاعة. والإذاعة الذي لا يحب عمله لا ينجح في عمله. اختلفت الأمور. يعني دحين كثير من الإذاعين لا يستطيعوا الارتجال.
ولا يستطيع الحوار. يعني أنا بأشوف في ضعف، يعني في ضعف. تزعجك أبو محمود لما تشوف مذيع يخطي إملائيا أو يخطي لغويا؟ أتألم. تتألم؟ أيوة، أنا لما أشوف مذيع يخطي أو مذيعة على الشاشة أتألم بصراحة. أقول هذه ما جربت ولا وهنت. أنت عملت مدير البرامج الشعبية. أي نعم. وعندك موقف يمكن من الفن الشعبي؟ لا، أنا ما عندي موقف. الشعب، الفن، الإذاعة الشعبية تصل لجمهور كبير، لأنه مش كل الناس متعلمين، مش كل الشعب جامعيين أو دكاترة أو ماجستير. لا، فيه نسبة الأمنية موجودة، فهذول الأمنية، الأمنيين والمتوسط، هذا موجه لهم. إيش سر عودة الناس اليوم للفن الشعبي، حب الناس للفن الشعبي؟ بحدود، بحدود. يعني لا نغامر ونترك اللغة العربية، لا، برضو الفصحى، الشعر العربي الفصيح له عشاق، له هو، ما في شك. أنا ما أمانع في تمثيلية، يعني مثلا تطلقها باللغة العربية. أنا أوجدت لهجة، الله يرحمه زميلي الأستاذ محمد الشعران مرة قال لي: أنت أوجدت لهجة تقريبية في برنامج مجلس أبو حمدان، جمعت بين كافة المناطق في المملكة. اللهجة التقريبية جمعت بين كافة، الكل يعرف هذه اللهجة. لهجة بيضة تقصد؟ إيه، يعني إيه؟ البسيطة، البسيطة، اللغة الثانية الكل يعرفها. قال لي: أنت أوجدت لهجة تقريبية، الله يرحمه. في الفن الشعبي لك موقف مع الفنان عبد العزيز الهزاع الشهير ب عبد العزيز الهزاع، رجل لطيف ومحتجان، أو شخصية محتجان، أبو أسامة، أبو سامي أخونا وحبيبا. أنا كنت أجهز له برنامج اسمه العاقل الخصيم نفسه، فجيت وحطيت الشريط على المسجل وسمعت التمثيلية، وهو بيقول واحد اسمه عبد اللطيف غشاش، إنه غشوا في غرفة نوم، لا، يقول غشاش بس، ما قال غشني أنا، قال اسمه واحد اسمه عبد اللطيف غشني في إيه؟ في غرفة نوم ومكسرة. طبيعي هو بيقصد عبد اللطيف بايع غرف النوم والموكيت، ما قال عبد اللطيف ابن فلان فلان، لا، بس قال عبد اللطيف. كان في الحج من عمر، إحنا بنجيب نقول عبد الرحمن عبد الرحيم في التمثيليات، ما نقصد أحد إلا إذا قلنا أبوه وجده. فأذيعت التمثيلية الصباح، سمعها عبد اللطيف اتجنن. مين عبد اللطيف؟ أي عبد اللطيف؟ عبد اللطيف التاجر حق الموكيت و... حق الموكيت وليه؟ فرأسا عبد اللطيف جاء يجري على الإذاعة الصباح ويدور عبد العزيز الهزاع. مين اللي أجاز الحلقة؟ أجاز الحلقة عبد الكريم الخطيب، راح للملك فهد الله يرحمه، كان وزير داخلية. الملك فهد أمر الشيخ إبراهيم العنقري بالتحقيق في الموضوع، كونوا لنا لجنة تحقق معنا. فأنا حين سألتني لجنة قلت: كان في الحج من عمر، كان عبد اللطيف. قلت لهم: لما يقول عبد الكريم بيقصدني أنا؟ كم إيه؟ عبد الكريم. بعدين الشيخ الحاج إبراهيم العنقري رحمه الله كان رجل لطيف، قال له: عبد العزيز اصدقني، أنت بتقصد عبد اللطيف؟ قال له: لا. قال له: طيب غيب عن الإذاعة شهر وبعدين يرجع. وأنا ما عملوا له شيء لأنه ما عليه غلط. بعدين أصبح عبد اللطيف وعبد العزيز الهزاع أصدقاء. بعد ما وصل لأنه لنا. ربط غرفة النوم بالتجارة ونفس الاسم. لا، والشكاء على الملك فهد، كان وزير داخلية، والملك فهد أمر بالتحقيق، والشيخ إبراهيم العنقري كون لجنة حققت معنا ونحل الموضوع بالسلامة. فقلت له: يا زلمة أنا يجيني عبد الرحمن عبد الله، ما قال فلان أمين فلان أمين فلان. لو قال عبد الكريم أروح أشتكي أنا، أقول أنا المقصود. أبو محمود، علاقتك الثقافية بلبنان، زرت لبنان كثير أنت والدكتور محمد الصبيحي. الحقيقة لبنان كانت في السبعينيات منهل ثقافة تطبع فيها كتب نادرة. يا أخي لبنان فيها ثقافة، ما كنت أسافر لبنان إلا بأجيب كرتونين ثلاثة من الكتب.
وأقرأها. نعم نعم فيها شعراء وفيها أدباء، وكانت تطبع لطه حسين وللعقاد وعلي محمود طه، ويعني كانت تطبع، كانت الثقافة فيها في لبنان. نعم. إيش الأناشيد اللي كلفتم فيها أنت والدكتور محمد الصبيحي؟ والله كلها أناشيد توجيهية للفلاح ووصف المدن. يعني مثلا نتحدث عن عنيزة، نتحدث عن المنطقة الشرقية، نتحدث عن ينبع، نتحدث عن رياض، أناشيد وطنية ما بأسمعها الآن يا أخي، يا للأسف هذه الأناشيد ما بدي إذاعة الآن. أناشيد تحث على العلم، أناشيد تحث على العمل، تحيي العامل في الصباح، يا للأسف الأناشيد دي مركونة في الإذاعة ما بأسمعها الآن. وأشرفنا على مسلسلات، أشرفنا على مسلسلات وعلى برامج. الرحلة الأولى كان معايا محمد صبيحي، الرحلة الثانية أنا قبل. تذكر إيش سجلته من أناشيد؟ والله سجلنا 500 نشيد. أناشيد وطنية. إيه نشيد وطنية. مثل. صباح الخير يا بريدة. مثلاً. غزال رضوى عن ينبع. المنطقة الشرقية، لأنه كان في شاعر عندنا هنا مسلم البرازي. هذا متعاقد كتب أناشيد كثيرة عن المملكة الله يرحمه رحمة الله. هو اللي كتب يا ابو عبد الله سلمك الله، وكتب فيصلنا يا فيصلنا، تكسر ايه فيصلنا يا فيصلنا بيدك رافع، ايه نعم بيملك فيصل 600 مليون. يعني كتب الرجل الله يرحمه، خدم المكتبة الإذاعية مسلم البرازي. استاذ عبد الكريم، خليني اسالك عن يعني بعض المؤلفات، تاريخ عبد الكريم الخطيب في التأليف والكتابة والرواية. يمكن أنت أول ما بدأت كتبت عن رضوى، وبعدين أيوة أول كتاب صدر عام 78 اسمه أدب من رضوى، 79 من زوايا التاريخ، و1400 أول قصة لي اسمها مجموعة شجرة الليمون، وهكذا دواليك مؤلفاتي وصلت 42 مؤلفة في الأدب والتاريخ والرواية. لازم احتفل هذا العام بمرور يعني 56 عام على صدور أدب من رضوى، و57 عام على من زوايا التاريخ. قلت لي قبل اللقاء انه انت تنوي تقدم كل مؤلفاتك ويعني تاريخك الثقافي. نعم. والادبي الى اول جامعه تفتح دحين ينبع، هي جامعه ينبع تابعه لفرع طيبه، جامعه طيبه، لكن انا اول جامعه وديها مكتبتي ومؤلفاتي وجوائزي ووثائقي كافة لأهله، لكن لا يمنع أنهم يسمحوا للورثة أن تقوم بطباعة بعض الكتب إذا أرادوا. نعم. هذه شهادة اشهدتها عليها في هذا البرنامج، أن مؤلفاتي كلها لجامعة، أول جامعة في ينبع، أول جامعة قادمة. ليش تأخذ مثل هالخطوة يعني؟ لأنه ما يعني أشك أنه أحد يقدر يحافظ على هذا التراث. إذا أولادي حافظوا اليوم، أولادهم يمكن ما يحافظوا، فأنا أحصن تراثي قبل رحيلي من هذه الحياة، أحصن تراثي قبل رحيلي لما يكون موجود في مكتبة في جامعة، الجامعة تهتم بي أكثر ما يهتم بي أحفادي أو أصباطي أو أولادي. عندك وثائق عديدة أبو محمود تحتفظ فيها، يعني لازلت إلى اليوم تحتفظ فيها، شكل هذه الوثائق؟ أنا يعني أطلعتك على وثيقة أول راديو، أول رخصة راديو لآل الخطيب، وأطلعتك على الوثيقة حقت 1000 جنيه ذهب دي، أخذتها مني الدكتور يحيى جنيد صديقي مدير مركز الملك فيصل، بيصدر كتاب، بيصدر مجلة وثائقية، وثائقية يعني يمكن يعمل عليها شيء حد. وعندي وثائق تجارية كثيرة، وعندي وثائق مصطفى الخطيب قائم مقام ينبع موجودة في، يعني أكثرها موجودة في كتاب الملك عبد العزيز ينبع في عهد الملك عبد العزيز. إيه. علاقتك بالمثقف والأديب الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين؟ صديق عمر، يعني من يوم ما أصدر عام 76 قصة لي قصة عبد الفتاح. عبد الفتاح زارني في ينبع عام 76، وكنت يعني من المستقبلين له، وكان يسهر معايا في مكر خفاجي، فسألني هل تقرض الشعر؟
قلت له نعم أقرأ الشعر. قال اسمعني شيء. فأسمعت شيء من الأبيات سجلها في إيه؟ في ورقة وحطها في إيه؟ في حقيبة مع صغيرة. هذا عام 75. أصدر مجلة الأضواء عام 76. فوجئت، أرسل لي العدد الأول والثاني والثالث، وجدت القصيدة منشورة اللي أخذتها مني في مركزنا في ينبع في العدد الثالث. من هنا بدأت. أرسلت له أول مقال اسمه تحت عنوان فليحتضر الاستعمار. نشر هذا المقال. فجأة أفتح الإذاعة على صوت العرب، سمعت إذاعة العرب تذيع هذا الايه المقال. من هنا كان المنطلق. أرسل له المقال تلو المقال. فصارت، فلما رحت جدة، انتقلت إلى جدة، كنت أزوره في صالون الأضواء، جريدة الأضواء في صالون كان يجمع الأدباء محمود عارف، عبد الله مناع، محمد سعيد باعشن، الأستاذ أمين سالم رويحي كاتب القصة، عبد الكريم نيازي، عبد الله جفري، كانوا يجوا يسهروا، عبد العزيز برشوطي، كانوا يجوا يسهروا معانا فيه. وبعض الأحيان يزورنا من مكة الشاعر الكبير أحمد إبراهيم غزاوي، حسان جلالة الملك، ما تسمع عنه يعني، أحمد إبراهيم الغزاوي الشاعر الكبير، حسان جلالة الملك عبد العزيز. فهذه العلاقة بيني وبينه، يعني ظلت العلاقة بيني وبينه. يعني أنا مقيم في جدة، حتى انتقلت إلى الرياض لازلنا نتواصل، وكرم معايا هو، كرم معايا في رواد المؤلفين، لأنه هو أول كتاب له 79، أنا أول كتاب لي أمواج وأتباج. إيه من يعني من أقدم ألفه فعلا. أستاذ عبد الكريم زرت القدس مرتين صح؟ عام 81. عام 81 زيارة خاصة، وتجولت في الضفة الغربية وأعجبتني الضفة الغربية، وزرت محل اسمه صبصية في الآثار، وزرت بيت مريم، وزرت طول كرم، وزرت نابلس. الحقيقة بلد جميلة ورائعة وجميلة، والديرة يعني أنا كنت في الصيف في أغسطس أشرب الماء البارد من الحنفية المسلح، بلد جميلة. الفلاح في فلسطين ما يحتاج إلا للكسوة والحذاء والسكر والشاي، الطير في البيت، الجبنة في البيت، الزعتر في البيت، الزيتون في البيت، الزيت في البيت، يعني ما شاء الله حياة جميلة، يعني جميلة جميلة فلسطين. 85 تلقيت دعوة مع مدير عام الإذاعة والتلفزيون عباس غزاوي، زرنا من معالي الوزير عبد الحميد شرف كان وزير الإعلام، وزرنا القدس وقابلنا الملك حسين. قابلنا الملك حسين، يعني زرت القدس مرتين. ايش الدافع كان عندك؟ في المرة الأولى كانت بمبادرة فردية منك. اي لا مبادرة فردية. ايش الدافع كان عندك؟ يعني حب الاستطلاع، قلت لازم أروح أزور القدس، هذه يمكن أموت أنا، وهذه منطقة مقدسة. حجيت يعني حجيت 12 حجة، يعني كنت حجيت 7 و8 حجات، خليني أروح القدس أشوف القدس. كان الطريق غير معبد، وركبت طائرة الداكوتا من جدة ولها قصة، وأنا داخل على المطار أحجز، قابلني الشاعر محمد الفهد العيسى الله يرحمه، قال لي يا أستاذ عبد الكريم فين رايح؟ قلت له بدي أروح طريف عشان أروح على الأردن. قال لي يا أخي هذه الرحلة متعبة، أنصحك ما تروح. قلت له أنا حجزت وفي الصباح متعب. فركبنا من جدة على الداكوتا، نزلت بينا المدينة، نزلت بينا الوجه، نزلت بينا بدنة، وفي آخر النهار نزلت بي طريف. أبحث عن سيارة تحملني للأردن ما لقيت في الموقف. فاستضافني رجل، الله إذا كان حي الله يذكره بالخير، وإذا كان ميت الله يرحمه، اسمه مصطفى الكلابي. قال لي أنت تتعب معايا إلى بيتي، أنا جاي من جدة الجو إيه حر، هم جالسين على الدفايات. قلت له يا أخي بدي أنزل أبحث عن جاكيتات وشيء ثقيل. قال لي معلش الصباح ربع. الفترة دي كان مدير جمرك طريف واحد من أهالي ينبع اسمه أحمد علام من جماعتي، ما دريت إلا داخل علينا قال لا
أنا أحق به هذا من جماعتي. وجلست معه في بيته أربع مرات، أربع أيام الحقيقة، وفي اليوم الخامس يعني باعتباره مدير الجمرك فشاف سيارة كبيرة ركبت معه وسافرت إلى الأردن. جلست في الأردن حوالي شهر أتجول بين الضفة الغربية في غرام، كانت الحياة جميلة. لك موقف أو رؤية معينة هزيمة العرب من خلال يعني في حربها مع إسرائيل؟ نكسة مؤلمة لا تخل الأمة العربية، نكسة مؤلمة. صدقني أنا دخلت على الشيخ جميل حجيران ورأيت قدامه التايمز، مجلة التايمز، مجلة التايمز، الرجل بكي، أبكته الهزيمة. والله الشيخ جميل، أيوه نعم، أنا أشهد لله إني دخلت عليه متألم، الراجل بكي. إيش كان مكتوب في التايمز؟ هزيمة. إيه؟ تذكر العنوان؟ لا والله ما أدري، وجدت مع قدامه عدد التايمز، قال لي يا ولدي هزيمة، ورجلت الرجل يبكي والله. في مما فيما تألم، يعني تألمنا في الهزيمة وفرحنا في العبور. في العبور أنا كنت ساكن في الإزاعة، مجلس أبو حمدان، أبو حمدان في المعركة. كيف جاتك الفكرة؟ إيه؟ كيف جاك الخبر، خبر العبور؟ يا سلام، وقبل بعد الظهر ما رحت، فطرت في بيتي، ضليت في الإزاعة، كنت سعيد جدا، الناس هنا فرحت ووزعت حلويات ووزعت عصير، وكانوا يهنوا الناس هنا، يهنوا المصريين في الشوارع، يعني فرحة العبور دي فرحة كبيرة. لو سألتك أبو محمود عن أصعب المواقف التي مرت فيك في الإذاعة، إما سواء أخبار أو مواقف معينة مرت فيها المملكة أو مرت فيها الإذاعة نفسها. لا والله إحنا كنا في إذاعة جدة وتحملنا متاعب حرب اليمن، كانت النشرة عبارة عن ساعة، ساعة ونص نتبادل عليها إحنا اثنين، يعني يمكن أنا والأستاذ محمد صباحي كنا نقرأ النشرة سوا، نتبادل ميكروفونين، هو يقرأ خبر وأنا أقرأ خبر. هذه الفترة كانت صعبة. أما يعني المواقف الإذاعية كثيرة المواقف، أنا مرة كنت مكلف بقراءة أقوال الصحف في المساء، واستلمت أقوال الصحف من إدارة التنفيذ وذهبت إلى البيت، بيتي كان قريب من الإذاعة، كان مفروض أجي أقرأ أقوال الصحف على الهواء. هذاك الوقت ركزت معايا الإذاعة الساعة، ما أخذت انتباه، تأخرت عن الذهاب للإذاعة، جاء موعد إذاعة أقوال الصحف، مدير الإذاعة كان في مكتبه، بلغوا إنه الخطيب ما وصل عشان يقرأ أقوال الصحف. الرجل جمع الصحف من مكتبه وطلع يقرأها على الهواء. لما وصلت قالوا لي مدير الإذاعة يقرأ أقوال الصحف على الهواء، بس أحسن لك تمشي يعني تغيب يعني، وغبت. ثاني يوم أنا مدير مكتبه طبيعي وقابلته، قال لي أنا أعرفك إنسان ملتزم، بس فهمت، قلت له والله أنا لا أتعمد الإهمال، بس هذا اللي حصل معي إنه ساعة ركزت وأشتري ساعة جديدة اليوم. إيه؟ قال لي بس لا تعودها مرة ثانية، لأنه مدير التنفيذ كان في بيته، لما بلغوه جاء من بيته من شارع الميناء صار يقطع الإذاعة، كانت حساسة ما تتحمل أي جلطة، ما تتحمل أي وقفة، ما تتحمل يعني لو انقطع الصوت خمسة دقائق الناس قالوا لابد في شيء، الإذاعة كانت حساسة. أنت تتخيل إنك بتذيع يسمعوك ملايين، مش فرد ولا فردين، فيها رهبة، الميكروفون له رهبة، الميكروفون يخيفك في الأول، لكن في الآخر بعدين تأكله أنت، تعتاد عليه، إيه تأكله تأكله. أبو محمود أنا سعدت اليوم بهذا اللقاء الشيق والجميل مع قامة إعلامية وتاريخية. لا شكرا جزيلا لحجمكم، وإذا تحب تضيف أي إضافة أخيرة في برنامجنا. بس أن تدعو لي يعني بإذن الله، أن تدعو لي بالختام الحسن، سأل الله أن يطيل في عمرك أول. وأن أترك الذكر الطيب بين الناس، بين زملائي وبين معارفي وبين أحبائي من الأدباء والأصدقاء. الله يطيل في عمرك أبو محمود،
اسمح لي أطلب منك طلب خاص في نهاية البرنامج، نستعيد معك مقدمة برنامج الأرض الطيبة. إذاعة المملكة العربية السعودية، الأرض الطيبة، برنامج يومي من إعداد إدارة العلاقات العامة بوزارة الزراعة، تقديم عبد الكريم الخطيب. مستمعي الكريم، استودعك الله على أن ألتقي بك في صباح الغد، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. إذاعة المملكة العربية السعودية. الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة والمياه، تقديم عبد الكريم الخطيب.